يلا سير فانجا فانجا وترجل مره اخرى التركيز مره اخرى كيف كتشوفوا هاد الفقره هذه اللي هي المعروفه باسم الشارع لها دلاله تاريخيه مع يعني اباتنا وجدادنا كانوا معروفين بهذا الممارسه وهي هوايه عندهم تجري لهم في كيف نقولوا في الدم. ومهرجان تويزكي المهرجان الدولي للرحال بتويزكي في نسخته الثالثه ابى الى ان يعني يستمر في تنظيم هذا النوع من 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 من, من, من نسموه بالتقاليد لدلالته في الشياب وكذلك في الشباب اللي كيشوفوا واحد العادات كانوا يتعاملوا بها اباتهم في الاسبوع ويحوها حتى هما. والحمد لله كتشوف عندها واحد الاقبال كبير لا من داخل يعني المملكه المغربيه ولا من خارج المملكه المغربيه من دول عربيه شقيقه كالاردن الامارات السعوديه هما حاضرين معنا وحتى هما تقريبا يتقاسمون معنا نفس العادات والتقاليد. والحمد لله راه هي في واحد اليوم كيف كتشوفوا راه كاين اقبال كبير وفي اجواء جد جيده الحمد لله.